إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، عاش عمره كله في سكة وكان لقبه دنجوان السينما المصرية بسبب علاقاته كتير مع الستات، بس آخر ليلة ليه في الحياة كانت في سكة تانية خالص، وختمها على سجة الصلاة بين إيدين ربه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل آخر ليلة في حياة الفنان رشدي أباظة والمعجزة اللي حصلت له قبل ما يرحل عن عالمنا. الدنجوان رشدي أباظة كان هو جان السينما المصرية ومعشوق البنات في زمن الفن الجميل، فكان كل واحدة حلمها انها ترتبط بيه او بواحد شبهه. رشدي أباظة كان معروف انه صاحب كاريزما وعنده مغناطيس بيجذب الستات، لدرجة ان صباح قالت عنه اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة تبقى ما اتجوزتش، ولدرجة انه كان بينافس ملك مصر الملك فاروق على حب فنانة شهيرة قوي وكان خطفها منه، والحدوتة دي هنحكيها لكم بس مش دلوقت. الاسم الحقيقي لرشدي أباظة هو سعيد البغدادي، اتولد يوم 3 أغسطس سنة 1926 للأسرة الأباظية المعروفة والغنية جدا. عاش فترة طفولة جميلة ووالدته إيطالية ساعدته على أنه يتعلم 5 لغات: العربية، الإنجليزية، الإيطالية الألمانية والفرنسية، يعني كان أسطورة. الغريب بقى إن رشدي أباظة ما كانش في نية إنه يدخل عالم التمثيل، لكن علاقته الجامدة بالفنان أحمد رمزي وكمان الفنان عمر الشريف هي اللي تسببت في دخوله عالم التمثيل، وكان أول ظهور ليه مع الفنانة فاتن حمامة سنة 1949 في فيلم المليونيرة الصغيرة. أفلام كتير متميزة قدمها رشدي أباظة وأصبحت كمان علامة في تاريخ السينما المصرية، زي مثلا في بيتنا رجل والزوجة رقم 13 والشروق وغروب والرجل الثاني وكمان عروس النيل وكتير غيرها من كلاسيكيات السينما المصرية. أما بقى عن حياة رشدي أباظة الشخصية، فرشدي أباظة كان معروف عنه أنه مزواج واتجوز ستات كتير من وجوه الوسط الفني وبراه، زي مثلا تحية كاريوكا، لكنهم انفصلوا بعد فترة واتجوز كمان سامية جمال وسابها ورجع ليها كذا مرة، وده على مدار 18 عام. قال كمان عنها انها كانت احسن ست اتجوزها. اما بقى من خارج الوسط الفني، فاتجوز من واحدة امريكية اسمها باربرا واللي انجبت منه بنته اسمت، واتجوز كمان من عمه نبيلة أباظة، وده قبل رحيله بحوالي 2 عامين. انتشرت اشاعات كتير حوالين حبه للفنانة كاميليا، ولكنه ما قدرش يتجوزها بسبب الملك فاروق اللي حبها وحصرها عشان ما يقربش منها رشدي أباظة. وعن تفاصيل آخر ليلة في حياة رشدي أباظة، فكان معاه بنته اسمت وأحمد رمزي، وحصلت له مشاكل في عينيه خلته ما يشوفش كواليس الليلة دي، فطلب رشدي من أحمد رمزي واسمت بنته أنهم يساعدوه على أنه يتوضى عشان يصلي. قال لهم أنه عاوز يصلي 2 ركعة لله قبل ما يموت، وكأنه شاف الغيب. أحمد رمزي ساعتها سمع كلامه ما كدبش خبر، وساعده فعلا أنه يتوضى وقام وقعده على سجة الصلاة. لكن الغريب بقى أن رشدي أباظة صمم أنه يصلي وهو واقف، وصلى 2 ركعة لله وقال فيهم: ادعوا ربنا انه يتقبل مني، ولا ربنا طول في عمري فاداوم على الصلاة. بعدها احمد رمزي خد نفسه عشان يروح بيته، واول ما وصل البيت رن جرس التليفون ولقى اسمت بنت رشدي أباظة بتقوله ان والدها رحل عن الحياة. رحم الله الفنان رشدي أباظة واسكنه فسيح جناته.